مسبقا عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والعافية والهنا وطولة العمر إن شاء الله. وهذه مناسبة الإنساني يحيي صلة الرحيم، يشوف الأحباب، يشوف العائلة، يشوف لا فامي، يدير شوية الخير، يروف على الجيران اللي عنده، يروف على الناس اللي ما عندهمش، يروف على العائلة، على لا فامي، والله يتقبل منا ومنكم.